برؤوس الجمال، مرحبا بكم. هذا الفيديو شاهد سيزار، هي من ترافقنا. شاهد سيزار هي عارف فيزياء بريطانيا، نجمة انستغرام ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت شاهدة ونشأت في لندن انجلترا، تاريخ 18 مارس 1989، تبلغ من العمر 32 سنة اعتبار من عام 2021. علامتها الفلكية هي برج الحوت. تعقد بجامعة برمنغهام وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس الإرشادي، بعد ذلك حصلت على درجة الماجستير في علم النفس الدخل. في الجميلة حياتها المهنية بوكالة رد أزياء بريطانيا شهيرة تسمى مودر وان يو كي. زائد حاج اكتسبت الشعبية في فترة زمنية قصيرة بسبب عملها الاستثنائي وموهبتها. بعد ذلك بدأت في مشاركة صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على انستغرام، من خلال جمعت أزيد من 292,000 متابع. جميلة مشهورة أيضا بكونها عضوة سابقة في فريق التمثيل في برنامج الواقع النهاري لاف إسلام على قناة ATV2. كانت الجميلة عشان العديد من العلامات التجارية والرياضية والمكياج والملابس الداخلية والبكيني. ارتفاع شهرتها كانت أزياء كانت الجميلة بالعديد من البرامج التلفزية وأضيفت بعض المجلات المهتمة بالموضة والأزياء. جميلة تدير قناة على يوتيوب تتم تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بالأزياء والمكياج واللياقة البدنية ومدونات الفيديو الخاصة بالسفر. ثروة الجميلة صافية في عام 2021 ما بين 100,000 و 500,000 دولار أمريكي. مصادر دخلها هي النماذج والترويج للعلامات التجارية. جميلة في الطول 176 سنتم، وزن جسمها 94 كيلوغرام، حجم تمثال نصفها 106 سنتيمترات، قيمتها الخاسر 99 سنتم، أما مقاس الورق 114 سنتيمتر. جارها بني، لون عيون بنية، الجنسية بريطانية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.